سور الصين كان البازار الأول الذي شاركت فيه الحاجة شهيرة بعد التقاعد الذي لم ينل من عزيمتها، فشاركت في العديد من الفعاليات والبازارات آخرها في اتحاد ملكات المشاريع الصغيرة، حيث تعرض شهيرة أشغالها اليدوية من تحف مصنوعة بحرفية وحب بأشكال وألوان مختلفة تلفت أنظار الزائرين. التقاعد موت بطيء، بس نحن النساء قوة خارقة، ما حد حتى الرجل ما يقدرش يعملها، يعني من كل شيء الصراحة، يعني من بيت، من تدريس، من مدارس، من جميع الأشياء. هذه حنان ابنة الحاجة شهيرة تتخذ زاويتها في البازار لتساعد والدتها في البيع، كما تقوم بالنقش على كف الزائرات الراغبات بالنقش بالخضاب أو الحناء كجزء من التراث التقليدي الذي تفتخر به المرأة اليمنية منذ القدم. السلطات بالذات لازم تلتفت للمرأة العاملة التي تشتغل لذاتها والمجتمع، يعني ما يهملوش هذه الفئة بالذات، يعني يوفروا لهم المكان الملائم لهم، زي سوق يكون سوق للنساء فقط، يعني يحاولوا يطوروا من نفسهم، يوفروا لهم المواد، يوفروا لهم المكان والهيئة. يعني هذا البازار يعني مدة 3 أيام وفجأة انتهي. بازار اتحاد ملكات المشاريع الصغيرة الذي احتضنته العاصمة المؤقتة عدن استمر ل3 أيام في حديقة فانسيتي بمديرية صيرة، شهد العديد من مشاركات النساء اللواتي واجهن ظروف الحياة من خلال عرض مشغولاتهن على هذه الطاولات لتغدو بمثابة مربعات حياة وسوق عمل. فيما يبقى السؤال المتكرر لدى هؤلاء النساء، هل ستوفر الجهات المسؤولة لنا سوقا خاصة لعرض منتجاتنا وترك بصمتنا، أم أن الفكرة ستظل مقتصرة على التسويق في السوشيال ميديا وستظل سوقنا الوحيدة؟